الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفرع الثالث من الفروع المخرجة على هذه القاعدة، الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة أو أهل النار، وهذا محرم بإجماع العلماء، فلا يجوز لنا أن نشهد لمعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار ما لم يشهد النص له بذلك. لما؟ لأن الأعمال بالخواتيم، فربما يعمل أمام أعيننا بعمل أهل النار، فلا يجوز أن يحملنا عمله هذا على أن نشهد له بأنه من أهل النار، إذ قد يختم له بعمل أهل الجنة. وربما يعمل أمامنا بعمل أهل الجنة، فلا يجوز أن يحملنا عمله هذا على أن نجزم أو أن نقطع بأنه من أهل أجيبوا يا جماعة الجنة. لما؟ لأنه قد يختم له إذا سبق عليه كتاب الله بأنه من أهل النار. فإذا لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد من أهل القبلة معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار ما لم يشهد النص له بذلك، ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اقتسم المهاجرون قسمة، يعني في أول مقدمهم من المدينة اقتسمهم الأنصار، فطار لنا عثمان بن مضعور رضي الله تعالى عنه فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما مات غسلناه وكفناه في ثيابه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، أي أم العلاء: رحمك الله يا أبا السائب، لشهادتي لك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذن فمن يكرمه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. وفي رواية للإمام البخاري: ما يفعل به، بل حتى الصغير لا ينبغي أن يشهد له بالجنة، لأننا ما لا ندري عن ختم عمله فيما لو كبر في علم الله عز وجل. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، لم يجزم لهم بالنار ولا بالجنة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب